ازيكم يا جماعه؟ ورجعنا في فيديو جديد قناه بتاعتي على اليوتيوب. انا هاكر نوب، واحنا دلوقتي بنلعب في ماب اسمها هالو نيبر. دي اكت 1، بيبقى واحد هو النيبر والتاني بيبقى هو البلاير اللي هو المفروض هيكون بيحاول يتسلل الجول بيت. المفروض ان اكستريم بلاير دلوقتي هو نيبر. مش محتاجين شوية باكسايز، ما ينفعش تخش على البيت او تعدي الجنينة بتاعتي. المشكلة ان هو عارف ازاي خلاص اكت 1، فهو عارف هروح فين. نيبرينو نيبر، مش كده انا استغربت فين. نيبرينو احزن فين. دخلت الجناينة بتاعتي، ما ينفعش تجيلي. نيبر ده مزعج قوي ده. انا بلعب في الجنينة، انا بلعب في الجنينة، عاوز النيبر. فتحت شنطة العربية وخدت اللي انا عاوزه. انت اسوأ نيبر في العالم كله. عادي. هاي نيبر. لا ما ينفعش، لازم تقتلني لو شفتني صح؟
كيكه. الخطير دلوقتي لا. اه ازيك؟ مينفعش تردني. لو شفتني برا، لو شفتني عندك تيجي تمسكني. معرفش تعرفت مني ولا لأ. في غلطة، فين المفتاح اللي هفتح بيه الباب المفتح؟ ليه مش عارفة تحميها؟ غشي. لا في غلطة اصلا، فين الحتة اللي هدخل منها اجيب المفتاح الاحمر؟ في حتة فين دي؟ في، لا مش هدخل. استنى استنى ادور شوية. الكوخ الصغير اللي هناك ده انت فين؟ مش قلت هتوريني؟ لا
من فوق البيت يا اهو شوفوا نعم اقسم بالغش غش غشيت اوكي اوديك سيده مره واحده تعال تعال نخش هذاك رحت الأوضة كنت مش عارف عنها حاجة للأسف عيب إن أنا رفعت أنت فين؟ أنت جوه البيت؟ مش عارف يا غشاش يا جماعة هنعمل لكم ايبسود تانية بس هيكون بالعكس انا نيبر وهو البلاير ماشي نين 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 سنيكينج استنى كده استنى لا والله استنى حلوة مش نفس خطة الحباب ده مفتاح يا غبي غير اللي اللي حصل اه مش خلاص ارجع بيت لا سلام عم موصلك يو استاذ شاك غبي Thank you.
damn it! Oh, شكرك. بس حاجة. No! مالكش فيه. ما تقفلهاش انت كده غشاش. شغلها تاني عشان انت كده غشاش. عشان بيعرفش يقفل الابواب. نيبر بيعرف يقفل الابواب بس دي بوابة هروح بيها لحتة ثانية. انت مالك. عاوز من ايه؟ انا شفتك على فكره. ده مش اكت 1 الهبل ده. ده مش اكت 1 ازاي؟ فين التلاجة اللي هندخلها وهحاول ايه؟ صح. خد اقرا الكتاب ده ولا انا ممكن اقتلك عادي. اتاك هو انت بتحس بحاجة؟ لا بس بس يا طالب تحت امك. خلاص يا جماعة كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقعدنا 18 دقيقة ونسوي في الفيديو ده. مش فاهم حاجة. ايه ده فرنساوي صح؟ مع السلامة.